بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا. إننا في هذه المسابقة نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب الجائزة، نشكر له اهتمامه الكبير، وفي شكره نشكر جميع المهتمين بهذه المسابقة، وكذلك نشكر لأصحاب الفضيلة لجنة التحكيم، ثم أتوجه بتهنئتي لأبناء الطلاب والطالبات الذين تسابقوا، ولزملائي في أمانة المسابقة وجميع اللجان العاملة، شكري وتقديري على إسهامهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة. هنيئاً لمن حمل القرآن بحقه وكان صاحب قرآن، هنيئاً له في الدنيا وهنيئاً له في الآخرة. سابقوا بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يشرف بصحبتكم في هذا البرنامج عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضاً الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومحبكم أيضاً عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سابقوا، فنفرد البرنامج لحوار متخصص مع لجنة تحكيم مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 38. حياكم الله مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من هذا الحوار الذي نسجله مع لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. سابق لجنة التحكيم. لجنة التحكيم. فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. سابقوا. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، في البداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور أمين إدريس فلاتة رئيس قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وعضو لجنة التحكيم. الضيف الثاني معنا في هذا الحوار فضيلة الشيخ علي حسن عبد الله العلي، أستاذ محاضر بكلية خليفة بن زايد الجوية التابعة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو لجنة التحكيم. ضيفنا الثالث في هذا الحوار مستمعين الكرام هو فضيلة الشيخ علي بن محمد الزين مبروك، مدير جائزة الخرطوم الدولية لحفظ القرآن الكريم وعضو لجنة التحكيم. وكذلك نسعد بأن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد قليج، مدرس مادة القراءات العشر الصغرى والكبرى برئاسة الشؤون الدينية بتركيا، والشيخ محمد عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. حياكم الله شيخ محمد. حياكم الله، بارك الله فيك وفيكم جميعا ضيوف الكرام. لدي سؤال، وهو أحيانا يطرح العامل البشري للجنة التحكيم، المتسابق الأول في الجلسة هل يتم تقييمه مثل المتسابق الأخير في الجلسة؟ لأنه بلا شك أنه أداء لجنة التحكيم ونشاطها سيختلف بين الساعة الأولى والساعة الأخيرة، فرأيكم دكتور أمين؟ في رأيي نعم، يعني قد يكون هناك شيء من التعب مثلا إذا طالت الجلسة، ولكن الأخطاء تجعل المحكم ينشط مرة أخرى يعني، فلذلك لا أتوقع أنه سينسى يعني أو سيتجاوز مثلا في الأخير عن البداية، لا، إنما فقط يعني هي عبارة عن يعني حالته النفسية. مثلا في البداية يكون التركيز عالي جدا و يعني التسجيل بصورة يعني دقيقة، لكن ممكن في النهاية قد يجمع مثلا بعض الأشياء التي يريد أن يسجلها ليجمعها في النهاية، لأنه أصبح عنده نوع من الدربة الواضحة جدا على التقييم الحقيقي يعني. والله أما بالنسبة لي هذا أمر واقع، هل بالنسبة للتحكيم مع أول متسابق مثلا مع المتسابق رقم مثلا 60 أو 70، لابد التعب يدب على المحكم. بالنسبة لي يعني
أستحضر المسؤولية أمام الله. إذا دب التعب أن مسؤولين أمام الله، فإذا استحضرنا مثل هذه الأمور بإذن الله يعني يزول التعب ونستمر على ما نحن عليه. وفي النهاية نحن بشر، يعني نعمل ما وفقنا الله عليه من جهد وطاقة وما من الله علينا من العلم والتوفيق في الأول والأخير من الله سبحانه وتعالى. نعم. التركيز عادة يعني عند المحكم وعند غيره، يعني إذا تجاوز حدا كبيرا يحصل بعده النسيان، يحصل بعده السهو، يعني إذا سهى المحكم فقد ضاع المتسابق. أنا أقول دائما في يعني أعضاء اللجان يتفقون على عادية معينة حتى لا يجلس المحكم فترة من الزمن ويتغير في السمع ويتغير في النظر، وبذلك يفقد المتسابق بعض درجاته. فيحدد من أول جلسة يحدد أنه هذا اليوم به 10 متسابقين لا يتجاوزوها، لأنه كل ما طالت الجلسة كل ما يعني فترت قوام المتسابق وأعضائه واستطاع أنه بذلك يعني يحصل على درجات ضعيفة. لا أقول أنه المحكم هو يعدل ما بين الأول وما بين الثاني، أنه الأول يعني أول متسابق هو يعطى تجديد كامل وآخر متسابق لا يعطى، لا، بمثل ما حكم في الأول يحكم في آخر متسابق، لأنه في النهاية أنا كما قلت أسلفت هو كالقاضي يحكم ما بين الأول ويحكم ما بين الستين. عندي إضافة بسيطة، في كل مسابقة يعني مثلا أنا لي أول مرة أحكم في جائزة الملك عبد العزيز، ما شاء الله استفدت فيها أشياء لم أجدها في مسابقات أخرى. بالنسبة لهذه المسألة مثلا في دبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كيف عالجوا المشكلة؟ مدة المسابقة فترتها أطول، هنا تقريبا 3 أيام، فترة صباحية وفترة مسائية. في دبي مثلا في شهر رمضان المبارك تقريبا شيخ علي 6-7 أيام تقريبا هذه المدة، عالج المشكلة بحكم احتياطي، بحكم احتياطي كل يوم ينزل أحد المحكمين ويأتي أحد بدله، يعني في كل 3 أيام له للمحكم يوم راحة يرتاح فيها. يعني هذا من جملة تنشيط للمحكم، أن تأخذ المحكم مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله من اليوم الأول اليوم الأخير صباح مساء إلا يدب التعب. حتى نحن في الإذاعة يعني حريصين لما نجري أي لقاءات مع أعضاء لجنة التحكيم إذا رجعوا من الجلسة، لأنه فعلا يدورون الراحة. الله يبارك فيك ويعزكم ويرفع قدركم. الله يبارك فيك. ما له جواب شيخ. لا يعني المفروض نعم. تشكر نباهتنا أنه نحن نبغى لكم الراحة. جزاكم الله خير. موضوع التنافسية اللي تكون بين المتسابقين، وهي أمر طبيعي أن يكون أن المتسابق في الفرع الأول أحيانا وهو في جلسة الاستماع يستمع لمنافسه في ذات الفرع، يعني بين شعورين، بين الاستمتاع بالتلاوة وجمال الصوت وما بين التمني الخطأ حتى يظفر هو بالدرجة الكاملة. يعني حول هذه الجزئية تعلقون في المشايخ الكرام؟ بالنسبة لي هم بشر والكل ينافس على الخير، طبيعي يعني. طبيعي، هذا أمر طبيعي. أنا جريت حوار مع بعضهم، يتمنى الخطأ أو يتمنى الخطأ لإخواني؟ لا، ما أعتقد. هو الطبيعي أنه ينتظره يخطي، يعني كل خطأ منه نصر له. أنا سألتهم بالمناسبة، أجريت حوار مع مجموعة المتسابقين وسألت هذا السؤال على 6 منهم، إجاباتهم فاجأتني صراحة. كلهم قالوا لا بالعكس، أنا أتمنى له التوفيق، ما يجوز أتمنى الخطأ بالقرآن، كلهم قالوا هذا. أنا قلت يا شباب لا نريد مجاملة، أنتم في مسابقة، وإذا قلت لي بأنك تتمنى عثرته هذا فطري يعني. لهذا قلت لك في البداية أن كيف يتمنى الخطأ، أنا استغربت من ناحية النوع من الاستغراب. دكتور أمين. نعم، يعني المفترض فعلا المتسابق هو يتمنى أن يفوز هو، لكن ليس أن يفوز ويخسر الآخرون بسبب أنه يعني تمنى هو لهم الخطأ أو كذا، لا، وإنما هو يقول لعلهم جميعا لا يخطئون وتكون المنافسة على أشياء أخرى يعني أساسية وليس فقط موضوع الخطأ. أما أن يتمنى أن يخطئ مثلا أو كذا فهذه مشكلة يعني فعلا تحتاج لتربية. نعم. شيخ علي. طيب أنا أقول أنه الجالس المستمع لزميله وهو في عملية الامتحان هو بينظر إليه نظرة أنه يستفيد منه، يعني إذا هذا قرأ بترتيل هو بينه وبين نفسه يقول والله أنا عشان أحرز الدرجة العليا وأحرز المرتبة الأولى لا بد أن أقرأ
بالتحقيق. إذا هذا قرأ بصوت أقل هو يقرأ بصوت أعلى. إذا هذا يعني الكل هو يتمنى لأخيه أن يفوز، لكن في داخله أن يفوز هو بالدرجة الأولى، لكن لا يتمنى الخطأ، إنما يتمنى أنه هو يتصيد أخطاء زميله حتى يستفيد منها هو ويعالج هذا الخطأ في صالحه. نقطة أخيرة، موضوع التعاطف. يعني في كثير من الدورات والمسابقات دائما ما يكون هناك ولد صغير، أصغر متسابق، أو يعني يكون فيه شخص أو شخصان تدور حولهم يعني الأضواء. هذا لا يؤثر عندما يخرج من اللجنة أصغر متسابق مثلا وصوته جميل، لا يؤثر على اللجنة؟ هل من أي ناحية؟ من ناحية التحكيم؟ أقصد من ناحية التحكيم. نعم لا، ما له أثر، حاله كحال غيره. يعني مثلا أحد المتسابقين يعني امتدح مدحا كثيرا مثلا في الجائزة لهذا العام، جائزة الملك عبد العزيز، صوته جميل، حفظه قوي، أداءه طيب، لكن أغلب الحروف اللي كان يقرأها حروف أعجمية. هذا يقودني لسؤال، أنه الأعجمي لا يراعى؟ لا يراعى، الأعجمي والعربي واحد، القرآن كيفما سمع هكذا يعلم الغير. أقصد الأخطاء الناتجة عن العجمة. نعم، يعني مثلا جاك واحد مثلا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، كيف؟ هذه لابد تحسب عليها، هذه كلها محسوبة. مثلا غالب الخطأ عند الأفارقة بالنسبة لي بخلاف إخواني والأساتذة ومشايخي، مثلا حروف الهمس، حرف التاء إذا كانت التاء مثلا متحركة كيف ينطقها، مثلا يتحول لنوع من حرف كأنه حرف السين، أو إذا كانت الحرف مثلا التاء ساكنة فيها شيء من الهمس كيف يكون طريقة الهمس. هذا كلها لابد لها تدريب وتلقي أمام أستاذ ويدربه كيف يتم النطق من خلاله. نعم. دكتور أمين. التعاطف يعني لا يكاد يوجد، أنا أقول يعني المفترض أن لا يكون هناك أي تعاطف في ناحية التقييم. أما يعني أن أحيانا تجري العادة لدى الناس عموما في النظر إلى مثلا الصغير الذي هو مجيد مثلا بنوع من التعاطف الذي هو غير موضوع الدرجات يعني بالنسبة للجنة التحكيم، لكن مثلا في الدعاء أحيانا بعضهم يدعو له يرى أنه مثلا صغير وكذا فيقول وفقك الله، فيدرك الناس جميعا أن القضية ليس معناها أننا تعاطفنا مثلا معه، لا، وإنما هو من باب تشجيع هذا الصغير لأنه تميز بشيء ما، والناس جميعا لا يرون غضاضة في مثل هذا. وأما بالنسبة للتمييز بين الطلاب على أساس يعني آخر غير موضوع الحفظ والتجويد والأداء، ففي نظري أنه القدر الذي ينبغي ألا يتجاوز يعني في التحكيم هو يعني القرآن نزل بلغة العرب، فلا بد أن يكون الأداء باللغة العربية. نعم، وهذه مسابقة عالمية دولية معروفة المعايير، فعندما يرشح أحد المرشحين من أي بلد كان إنما هو يرشح بناء على إتقانه لقراءة القرآن، ونحن نجد أن قراءة القرآن ممكن يأتي يعني بعض الطلاب أحيانا من أماكن لا تظن أنهم يتقنون فيها اللغة العربية، بل يقع أنهم لا يعرفون اللغة أصلا العربية، لا يحسنونها، وعندما تسمع لهم تقول هذا كأنه درس هنا في البلاد العربية، ويفوزون بعضهم ويفوز. نعم أيضا، وهو لا يعرف من العربية شيئا لكن اللسان يعتبر متقنا، فإذا ينبغي أن يكون المعيار هو إتقانه نعم لهذه الحروف العربية. جميل. شيخ علي تعليقك. لا تعاطف في لجنة التحكيم مع السن سواء كان صغيرة أو كبيرة، لأنه في النهاية يحكم بالأسس الموضوعة والمنوط بالمحكم أنه يلتزم بها فيحكم بها، هذا لا يؤثر، لأن عضو لجنة التحكيم هو ليس كالسامع خارج اللجنة، هو فقط يجلس للتقييم وليس للاستماع. يعني حتى يعني من التنبيهات اللي بيأخذها يعني بين أعضاء لجنة التحكيم يقول والله أنت ما جالس للاستماع حتى تتأثر بالمتسابق، إنما أنت جالس للتقييم، أن تقيم ما بين شخصه
وآخر. أنا أقول ليس من يعني عيب من في عضو لجنة التحكيم أنه هو يتعاطف والله يتأثر والله يعني حتى يخرج هاتفه ويسجل المتسابق صغير السن أو كبير السن أو جميل الصوت، إنما يؤثر سلبا على أداء المتسابقين أجمع. فينبغي نحن أن نحمل حامل القرآن إلى القرآن، لا أن نأخذ بالدارجية والعجمة إلى القرآن الكريم، لأن القرآن هو لغة عربية، فلا بد أن يكون لحامل القرآن هو قراءة كاملة كما أنزل هذا القرآن، لأنه نزل بالعربية وهو العربية. فالدارجية ليست لها مكانة والعجمة ليست لها مكانة، وكما أسلف دكتور أمين أن هذه هي مسابقات عالمية وتجرى لها تصفيات محلية، من هذه التصفيات يصعد المتقنين. أنا أصلا نقول والله هذه المسابقات للمتقنين وللمهر بالقرآن الكريم. سابق لجنة التحكيم. لجنة التحكيم. سابق. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. دكتور أمين، في وصف الأسئلة أحيانا من بعض المتسابقين يقول إن شاء الله يأتيني سؤال سهل، يختار مظروف تكون فيه الأسئلة. هل اللجنة أصلا تضع مظروف فيه أسئلة سهلة ومظروف آخر فيه أسئلة صعبة ومظروف، ما آلية وضع الأسئلة في المظاريف هذه؟ أما في وضع الأسئلة فبالنسبة لجائزة الملك عبد العزيز، المحكمون ليس لهم علاقة بوضع الأسئلة أصلا، تضعها لجنة خارج إطار لجنة التحكيم. وحسب علمي أن هناك أشبه بما يسمى بالاحتمالات أو بالأسئلة، خلينا نسميها أسئلة يعني كثيرة، وضعت في القرآن كاملا، يعني جردت الأماكن التي هي ممكن تكون أماكن أسئلة، ومثلا ممكن أن تكون النماذج أكثر من نقول 500-600 نموذج أو نحوها، يعني كلها تصلح لأن تكون أسئلة فعلا على نفس الطريقة، أنه مثلا كل سؤال 15 سطر وكذا، ومن البدء إلى الختام ويتفق يعني الأمر فيها. المهم فهذه المواضع كلها يمكن أن تجرى لها مثل العملية العشوائية في الخلط، وبناء على الفرع الذي ينتمي إليه المتسابق. أذكر أنا في مسابقات أيضا سابقة كان ربما يتم أحيانا اختيار السؤال عشوائيا من خلال الدوران الإلكتروني للسؤال أصلا، يعني تدور الأسئلة الإلكترونية والمسابق يضع يده على يعني زر معين فيقف عنده ويعطى السؤال الذي وقف عنده، هذا من باب أيضا أنه يقرأ مما جاءه من هذه الأسئلة. لكن يعني أيضا لو كان مثلا الفرع الرابع لديهم 3 أسئلة فقط، فتحدد هذه الأجزاء مثلا الخمسة التي ستكون منها الأسئلة، ويمكن أن تحتوي على نموذج مثلا من على حوالي مثلا خلينا نقول 50 نموذج مثلا أو 60 نموذج، وهذه النماذج أيضا فيها قاعدة معينة بحيث أنه مثلا في كل جزء ونصف سؤال وهكذا، يعني فتوقع هي منضبطة بانضباط كبير. وأيضا ليس هناك مثلا مجال ليقال هذا السؤال سهل أو هذا السؤال صعب، لأن المتسابق أحيانا ربما يظن السؤال سهلا فيقع الخطأ فيه، وربما أحيانا بالعكس الموضع الذي تعتبره صعبا أو يعتبره صعبا من كثرة ما قرأه واجتهد فيه يصبح بالنسبة له سهلا. فالسهولة والصعوبة نسبية. يعني هذا هو إعجاز القرآن، القرآن يعلو ولا يعلى عليه. قد يخطئ الإنسان في الفاتحة، كم مرة ما شاء الله في اليوم يقرأ الفاتحة، قد يخطئ فيها يوما. بالنسبة للأسئلة، كل مسابقة دولية لها أنظمة ولوائح معينة في وضع الأسئلة. بالنسبة لي الأفضل أن أي سؤال لا يكرر. جائزة دبي الدولية في المسابقة العالمية في شهر رمضان لا يوجد أي سؤال مكرر، يقرأ القرآن بمقدار ختمة ونصف. تكرار السؤال بالنسبة للعبد الفقير أقترح على أي لجنة منظمة لا يكرر. وفعلا مثل ما ذكرت دكتور، يعني السهولة والصعوبة يحددها مستوى الحفظ أصلا للمتسابق.
شيخ علي، تختم بهذا المحور فيما في تعليقك عليه. طيب، هي الأسئلة بتحدد قبل بداية التسابق. يعني مثلا لو كان هي صفحة كاملة، وجه صفحة، تحدد لكل متسابق وجه صفحة 15 سطر 20 سطر صفحتين. لكن يعني أنا أقول أنه هي المسابقة تشجيعية وليس انتقام من الذي يجلس أمامك أنه تجيه أسئلة كلها صعبة. لا، تضع إذا كانت الأسئلة خمسة تضع ما بين السهل وما بين الصعب، لأنه في القرآن متشابه. يعني لو أعطي لكل متسابق يعني الأسئلة الصعبة فإن تتبع يعني حتما أن هناك متسابقين حاجيهم وتبقى عليه تعجيزية. يعني وين التشجيع عشان يكون في إقبال على القرآن؟ وين التحفيز ليهن؟ الأسئلة تنوع. نحن عندنا في جلسة الخرطوم الدولية بناخذ 4 أسئلة، بنحدد ما بين السهل وما بين السهل الممتنع. يعني أحيانا قد يجيك سؤال، وكثير ما يخطئ الطلاب في الأسئلة السهلة لأنهم يكونوا مستبعدينها تماما. السهلة يعني غير متشابه، يعني ما فيها تشابه، هو محتاج يقرأها. أحيانا هو يخطأ في جزء عما، أقول أنه هي يعني ما بين الصعب وما بين السهل، ودي العادة. يعني جرد عليها المسابقات الدولية وتنوع الأسئلة والاختبارات تكون سهلة وتكون صعبة. وهذه كلها في النهاية راجعة لتحضير الطالب والحالة النفسية عندما يقرأ. الشيخ محمد، ماذا تقول بعد مشاركتك في مسابقة ملك عبد العزيز الدولية؟ كما تعلم أن المسابقة غصن مورق وثمرة طيبة ضمن مساع كثيرة وجهود وفيرة لا تنتهي من الاهتمام بكلام الله تعالى. وكذلك أن المسابقة ترسخ أن هذه البلاد مولد الدين وموطن الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين ومبعث الرسالة وحاملة لواء دعوة إلى الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخ محمد. هل من نصيحة توجهونها للشباب والشابات حملة القرآن الكريم؟ طبعا أن وصيتي لحملة القرآن بتعاهدهم القرآن وبتعليمه لكي ينتشر الخير والبركة، وبتعليمه وتفكره، لا بد من التفكر والتدبر لآيات الله تعالى، ويراجعون المصحف كل يوم، يقرؤون جزءا أو أكثر من ذلك، حتى إذا هم يصلون صلاة التراويح بالختم لكان أفضل. ولا شك أن الصلاة بالتراويح والختم تساعد على المراجعة والتثبيت. طبعا تساعد الحفظ وإتقان الحفظ، لا بد يحفظون هكذا، يعني يتقنون هكذا، يعني إذا لم يقرؤون يحفظون مباشرة، لا بد كل يوم يحفظون ويقرؤون جزءا واحدا لكل حافظ قرآن حامل القرآن، لا بد أنهم يراجعون المصحف كل يوم. جميل، سعدت بكم الحقيقة مشايخ الفضلاء في هذا الحوار الذي سجلناه في جزئين، وجاءكم مستمعين الكرام عبر حلقتين من البرنامج الأسبوعي سابقوا. كل الشكر والتقدير لضيوفي في هذا الحوار، فضيلة الشيخ الدكتور أمين إدريس فلاتة، رئيس قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. شكرا لك دكتور أمين. شكرا لإذاعة القرآن الكريم، ومن إن شاء الله من أحسن إلى أحسن، وخيركم يعم بإذن الله العالم كله. بارك الله فيك. وأيضا الشكر لفضيلة الشيخ علي حسن عبد الله آل علي، الأستاذ المحاضر بكلية خليفة بن زايد الجوية التابعة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو لجنة التحكيم. شكرا لك. جزاكم الله خيرا، وجزا الله هذه الإذاعة المباركة، وفقكم الله دائما لخدمة الإسلام والمسلمين. آمين. بارك الله فيك. وكذلك الشكر لفضيلة الشيخ علي بن محمد الزين مبروك، مدير جائزة الخرطوم الدولية لحفظ القرآن الكريم. شكرا لك شيخ علي. الشكر لكم أنتم في هذه الإذاعة، والشكر لكم على إتاحتكم لنا هذه الإطلالة أن نسمع أهلنا ويسمعونا في كل مشارق الأرض ومغاربها لإذاعة القرآن الكريم التي ظلت تنقل هذا الخير لكل المسلمين ولغير المسلمين هداية لهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك، وكذلك الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمد قليج مدرس مادة القراءات العشر الصغرى والكبرى برئاسة الشؤون الدينية بتركيا، والشيخ محمد عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 38. جزاكم الله خيرا وشكر لكم هذه المشاركة. شكرا كثيرا، جزيل الشكر إن شاء الله. بارك الله فيك، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم لنا في هذا الحوار. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابقوا فتية آمنوا بربهم وأنابوا إلى خالقهم يتلون كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار في منافسة شريفة مباركة. سابقوا المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الدائمة لهي النبراس لكل من أراد بناء دولة إسلامية متوازنة تأخذ أصل الوحيين بإكبار وإجلال وتحكيم واعتماد في النهج العظيم، وتأخذ أيضا بأسباب الحياة في اعتدال، فالقرآن والسنة لا يمنع المدنية بل يدعو إليها. سابق مستمعنا الكريم، نصل بك إلى نهاية رحلتنا القرآنية. هذه الرحلة التي قدمناها لك بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأخرجتها إلى مسامعكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سابقون. شرفنا كثيرا مستمعين الكرام بصحبتكم في هذا البرنامج، هذه تحية محبكم ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا من الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومن محبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. إلى لقاء عاطر في رحلة قرآنية قادمة.